هذا دفعنا سمو الأمير الحديث أيضا عن بعض المنظمات الحقوقية، وللأمريكا تأثير كبير فيها. هل أيضا ترتيب التقارير أو انتقائية التقارير، نتكلم عن دولة زي إيران إلى اليوم في مرشحين رئاسة في انتخابات 2009، قيد الإقامة الجبرية، أو نعم، حتى كان ابن رفسنجاني كذلك، ابن هل الفهد. أيضا هناك انتقائية في التقارير؟ أنا أتصور أنه الانتقائية انتقائية من ناحية جغرافية ومن ناحية عقائدية. المنظمات الحقوقية المشهورة في العالم اللي هي مقرها في الغرب أغلبها، إن صحيح، كان في نيويورك ولا في لندن ولا في غيرها من العواصم غربية. الغربية، أغلب انتقاداتها موجهة للعالم الثالث في ممارسات دول العالم الثالث. وأنا لا أدعي هنا أنه العالم الثالث ممارساته دائما كانت نزيهة أو عادلة أو إلى آخره، لكن أعتقد التركيز كان دائما على العالم الثالث. هذا من ناحية الجغرافية. من ناحية العقائدية، كل هذه المنظمات تنطلق من الفكر اللا ديني، ما يسمى بالليبرالي الغربي، اللي هو يعتنق مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات البراقة دائما. ولذلك نظرتهم مثلا للدين الإسلامي نظرة دونية، لأن يعني الدين الإسلامي لا يوجد فيه هذه المبادئ وهذه القيم وغيرها من الأمور التي هم يعتقدون أنهم هم منفردين فيها. فدائما تجد انتقاداتهم موجهة من ناحية عقائدية أيضا إلى مثلا الدول الإسلامية أو دول أخرى لا تعتنق المبادئ اللادينية والليبرالية حسب مفهومها في العالم الغربي. فهذه أعتقد السمات واضحة في توجه هذه المنظمات التي تدعي لنفسها النزاهة وعدم عدم الانتقاد الغير محق لا يكون في متحيز يعني. الآخرين، يعني غير متحيزة يعني. وأيضا يبدو لي سمو الأمير أنه لما يكون في مصالح يغفل غياب حقوق الإنسان، مثلا والله يعني لما تعامل مع الصين أو مع إيران أو دول في مصالح لها مع الإدارة، فبالتالي قمعهم ما يصير أقشر يعني. أنا ما أقدر أقول إنه المنظمات الحقوقية تتبع الحكومات الأمريكية أو الغربية بصفة عامة، لأنها في أيضا تقارير لها بتصدرها بتوجه انتقادات لهذه الدول، يعني كلها مثلا موجهة انتقادات للولايات المتحدة على السجن في غوانتانامو أي والطريقة التي يسجن هؤلاء في غوانتانامو. فدائما تحرص هذه المنظمات الحقوقية أنها تظهر بمظهر عدم الانحياز أو أنها دائما نزيهة في توجهاتها.